شايفين الالوان دي يا جماعه؟ سعرها معدي ال 15,000 جنيه. شفت رسام اجنبي بيرسم بيها وجايب اكتر من مليون بقى. بس مش ده المهم خالص، المهم دلوقتي ان احنا هنجرب نتحداها بارخص قلم جاب في العالم، لقيته بجنيه واحد بس. والحكم ليكم كالعاده في التعليقات، هجرب ارسم معاكم عين كده من خيالي بالقلم الجاف، ويا رب ننجح مع بعض في التجربه دي. بدات اشتغل بالقلم ده بس حسيت ان هو كان بيقطع مني، والقلم ما كانش مساعدني، بس انا قلت هستمر ويبقى ليا شرف المحاوله. حاولت اعمل تفاصيل في الرسمه دي كتير جدا، وكان كل خوفي ان احنا ما نقدرش نكسب الالوان الغاليه دي بالقلم البسيط ده. بس دي كانت النتيجه بعد محاولات كتير جدا، ومش عارف الرسمه بتاعتي البسيطه دي ممكن تجيب لايكات كتير زي الاجنبي ولا ايه، بس انا حاولت كتير في الرسمه دي.